لو الحكاية فيها إن فيتو عارف بوابة الغاز اللي مصيبة الغاز ضربت ويعني اسمه ده حصل غاز كتير ف يعني عمل ضغط فضرب الغاز بس الزيت وقف. في أي خسائر حصلت؟ هما بيقولوا إن في واحد تحت دلوقتي وفي واحد تاني اسمه ده عنده حروق 90%. وحضرتك السقط؟ لا الحمد لله مفيش حاجة، حاجات خفيفة بس، هي والدتي بس اللي دراعها اتكسر وأختي رجلها اتفتحت من تحت بس الحمد لله يعني. نعم الحمد لله. فيتو